حاضر يا ام اللي انت عايزاه. لا حول ولا قوه. روح شوف لي محمود ما بيشتغلش ليه. حاضر يا استاذ. عم تعالى انت انا كمان هي نصك لا طاعك نصين. يا عم محمود. يا استاذ محمد. ما بتشتغلش ليه؟ ما انا شغال اهو يا ريس. استاذ انور شافك وانت ما بتشتغلش وبتتكلم في التليفون وبعتنا ليه؟ يا عم كنت بكلم امي هي الدنيا طارت يعني. بقول لك ايه؟ هم 2 مليون جنيه حته الارض. الا ربع جنيه مش هبيع. وجاي اجر عادهم اهو. هتخلي عندك دم شويه وحس ان احنا قاعدين مع بعض. يعني ايه حس ان احنا قاعدين مع بعض؟ انت بقيت عديم الشعور والاحساس للدرجه دي؟ انت عايز ايه؟ اهمال وسكت. تطنيش وسكت. حتى القعاد معايا ما بقتش تقعدوا. نوم انام انت تقوم. بقينا خلاص عكس عكس بعضينا يا شيخ. والله العظيم تعبت. الواحد كان محتاج حد يقدره. حد يفهمه كده. حد يقدره؟ النعمه اللي انت فيها دي كلها عايز حد يقدرك؟ خليها لك اشبع بيها يا اخي. اشبع بيها. يا ناصر. حد يقدره يا قال. وادي الموتور بتاع حمام السباحه اتقفل. يا عم محمود. يا استاذ محمد عملت ايه في الفلوس اللي قلت لك عليها؟ اتحولت يا عم محمود. حولت لهم الفلوس؟ حولتها لك. يعني رنيت عليها دلوقتي اقول لك حولت؟ ايوه لسه قال. الراجل اللي شغالين معاه ده يا استاذ محمد. ماله؟ يعني ولا عايز يزود المرتب ولا اي حاجه. بس والله العظيم مع ست ما يستاهلها زي الفل بصراحه. يا عم محمود الراجل ده لو قعدت تعمل ايه؟ عمره ما هيزود لك المرتب. وانا لو اتكلت عليه والله ما هعرف اجيب لي حتى تيشيرت. المرتب بتاعه. هو مش بيديك 10,000 جنيه؟ بيديني 10,000 جنيه يا عم محمود. ايه؟ امال بيديك كام؟ مفيش الكلام ده. بيديني 3,000 جنيه في الشهر. امال انا بشوفك بتلبس هدوم جديده وبتنظف نفسك وبتروق. يا عم محمود انا الحمد لله ورايا مصلحه تاني وبعمل برضه قرش حلو. مصلحه تاني زي ايه؟ انا بلعب لعبه يا عم محمود. اقل حاجه في اليوم يوم ما بتقول ما بتدخلتليش بتدخل لي 2000 3,000 جنيه. عمر استاذ قلب. اعمل لعبه مظبوط. من عيني. بتلعب لعبه. يوم بتدخلك 2000 3000 جنيه؟ اه والله. ينوبك ثواب يا اخي. هات انزلها لك يا عم محمود. ينوبك ثواب يا اخي. هات يا عم محمود. بس تليفوني هيستحملها؟ هيستحملها يا عم. تنزل عليا تليفون. مش تتكلم جد يا استاذ؟ اه والله. بص يا عم محمود يا نزل افتحها. ماشي. بص يا عم محمود طول ما هي طالعه كده. ماشي. تمام؟ يا ابني انا ناقصك على الصبح بترن عليا ليه؟ عربية ايه وزفت اللي عطلت؟ ايه فلفل؟ افردي وشك. ما بفردوش. افرده اتنيه ما يخصكش. يعني ايه ما يخصنيش؟ ايوه ما يخصكش. ما يخصنيش؟ ما يخصكش. بص على ملامح وشك عامله ازاي. انا حره. انت كده مرات رجل اعمال؟ هو فين رجل الاعمال ده؟ تتكش على كلمه الرجل قوي. تشرب حاجه ستاني؟ عايز. انت يا ابني انت داخل ازاي كده بتتكلم ليه؟ مش شايفني بتكلم؟ انا اسف استاذ والله. استاذ روح يا ابني. خد. تبقى شايل ايدك دي. اتعامل مع الناس كويس ولا نسيت اصلك؟ اصلي؟ اه اصلك. انا اصلي معروف من زمان. اصلك معروف من زمان. ما هو كده بعيد عنك. الجعان لما يشبع. ليه ممكن يروح واحد زي كده؟ بس اعمل ايه؟ ما تعيش. عربتنا من بلادنا هنجيب لك هنا عشان اشتغل عند واحد زي كده. بس يلا الراجل ما تبقاش بقى. مع كلامك ما بقتش بنسبة الجعان لما يشبع. طب شوفي نفسك بتاكلي ازاي. باكل ازاي؟ انت واحد ما بتفكرش غير في الفلوس في الاكل في الشرب. انا من الاتيكيت وفن الاتيكيت كده. شوفي زوجات رجال الاعمال بيبقوا عاملين ازاي. شوفي المناظر عامله ازاي لما يكون رجل اعمال. لكن انت رحت ولا جيت باين عليك انك جعان. جعان؟ ايوه هي الحته دي اللي فيها شبكه. اطلعي بقى حلو. ايوه راهن على كام المره دي بقى؟ قرن على 100 جنيه وخلاص بقى. اطلعي اطلعي اطلعي. ايوه 400 700 800 800 جنيه. انا مش مصدق نفسي اللي بيحصل لي ده. يا عم محمود. يا استاذ محمد. انت فينك يا عم محمود؟ انا كنت بكلم امي فيديو يا استاذ محمد. بتكلم امك فيديو؟ اه. استاذ عمر قلب عليك الدنيا. بتتكلم بجد؟ اه. طب قول له عم محمود ده في الحمام. تقول لي انت مخبيه وراك ده يا عم محمود. التليفون يا استاذ. سيبها في المكالمة معاها. يا عم محمود انت بتداري عليا انا يا عم محمود. ما بتداريش عليك التليفون اهو يا ريس. طب وريني بس اشوفك انت عملت ايه في اللعب. عملت فيه ايه؟ مسحتها. مسحتها؟ ما ايه؟ محمد مختفي من الصبح. محمد. محمد. انت كسبت 1000 جنيه؟ انا كده كسبت 1000 جنيه يعني؟ اه. لا انا ما كملتش نص ساعة يا عم محمود سايبك. لا
بتتكلم بجد؟ اه والله. يعني الفلوس ده حقيقي؟ ايوه حقيقي. يعني انت تقدر تديني 1000 جنيه دلوقتي؟ اديها لك. ده لسه من غير ما تبعتها لنفسك؟ ابعتها لنفسي واديها لك. ابعتها كده؟ كده وصلت. وصلت يا عم محمود. طب وريني كده. امسك التليفون. لو انت قد كلامك صح اديني 1000 جنيه. بس هتاخد 900. لا اديني 1000 جنيه كده. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1000 يا عم محمود معاك اهو. ادوه. ايه يا عم محمود انا هاكلك؟ 1000 جنيه من اللعبه دي؟ اه. هحول لك حاجه تاني عايز اشحن لك؟ طب خد حول لي ب 500. ادي 300 300 وادي 200 500. لا ما انا كده في 100 وواحد صاحبي هياخد. خد ال 100 جنيه. ماشي. كده انا هحول لك يا عم محمود دلوقتي. هحول لك ب 500. ماشي يا ريس. ماشي. انت قلت لي مين عايزني؟ ايه؟ استاذ عمرو روح كلمه عشان هو عايزك بيقلب عليك الدنيا. هلعب بالدور ده واروح له. يا عم روح له. طب هروح بالدور ده واروح له. ماشي يا عم محمود ربنا يرزقك. ماشي يا محمود انا ابعت لك ما تجيليش لغايه دلوقتي. هنشوف كده الشاحن نسيته في العربيه. والبيت انت كنت فين يا بيه؟ تعال. ايه ده؟ تليفون. تليفون ايه ده؟ بتاعي لسه جايبه جديد. جايبه جديد منين؟ من شغلي هندسه وتعبي. شغلك وحد بيديك فلوس غيري؟ ماشي يا ريس انا اصلا بلعب لعبه كده بتدخل لي فلوس يعني كل يوم. تلعب لعبه؟ اه. لعبه ايه دي؟ لعبه عندي على التليفون بتاعي. لعبه على التليفون؟ اه بلعبها على التليفون. يعني لعبه على التليفون تخليك تشتري تليفون جديد؟ اه هندسه انا كل يوم يمكن بكسب 2000 1000 ونص 3. لا افهم الحوار بقى يعني ايه 2000 و1000 ونص و3 مش فاهم حاجه. يعني مثلا انا دلوقتي سيبك من الغلابه اللي زي حالتك. اه. تمام؟ انت اللهم صل على النبي معاك فلوس. عليه الصلاه والسلام. اه. يعني انت يعني انا براهن ب 10 ب 5 جنيه. انت يمكن تراهن ب 10 جنيه ب 10000 جنيه. ماشي اما راهنت ب 10000 ايه اللي هيحصل يعني؟ هيدخلك مبلغ. هيدخلك اقل حاجه يمكن 200 300 400000 جنيه مليون جنيه في كده هندسه. لا والله. اه والله. ومضمونه يعني اكسب يعني؟ اه مضمونه. هي ما هي مضمونه بس عايزه تركيز. طيب نزلها لي. حاضر يا هندسه. عم ناصر. مرسي تهاني. جهزت الغدا؟ جاهز الغدا. عملت ايه؟ صينيه فراخ باللحمه. عملت سلطات؟ ايوه. رز؟ كله اتعمل. طيب امال انور فين؟ في الجنينه. اللي قال لي محمود الجنايني مش باين من الصبح. في الجنينه برضه. ومحمد؟ محمد ما اعرفش عنه حاجه والله. طب روح جهز الغدا انت. ماشي. والله يا عيال قاعد لي تحت الشجره البي. قاعد هنا بتعمل ايه؟ ايه يا استاذ عمر؟ انا مش بعت لك مع محمد؟ حقك يا استاذ عمر، انا كنت بكلم امي بصراحه. كلم امك؟ وادي الجبرة. انت عمال تكلم امك الصبح وتكلم امك اخر النهار وبتكلم نفسك دلوقتي. محدش هتتكرر يا استاذ انور، هاجي لك حاضر. هاجي لك هنضف المكان اللي قاعد فيه ده. هتنضف المكان؟ ده منظر اصلا؟ بص المكان عامل ازاي؟ انت ذات نفسك عارف يا استاذ ان دي اول مره انا اسيب المكان. انا مستغربك يا انا محمود. بكلم الجماعه بس. كلم الجماعه؟ أوه. طب خد بالك من اكل عيشك لو تقعد جنب الجماعه. ما انا قربت اقعد جنب الجماعه. يعني ايه قربت اقعد جنب الجماعه؟ قربت اروح العيد، اجازه العيد يعني. اجازه العيد؟ اه. اه. طب خد بالك بقى محمود عشان ما تعيدش معاهم على طول. خلاص يا استاذ. ماشي؟ ماشي. سيبني بقى. مريم يا ست هاني. فينك يا بيه غطسان من الصبح؟ موجود. طيب انور بيه فين؟ انور بيه هتلاقيه على البحر. طيب محمود الجنايني غطسان كده برضه هو كمان. مش شايفاه خالص من الصبح. محمود الجنايني؟ محمود الجنايني كان من يوم نص ساعة حضرتك كان بينضف الجنينة. طيب روح للبيع على البحر وقول له الغدا جهز يلا. حاضر يا استاذ. بسرعة. شوف اخرتها في القصة دي. استاذنا. استاذنا ايه وزفت ايه على دماغك؟ في ايه يا استاذ؟ قعدت اراهن انا بخمسة وب 10 وب 20000 لغاية ما خسرت. انا خسران 200000 جنيه يا محمد. 200000 جنيه؟ اه. سوحتني انت. يعني انت معاك ايه دلوقتي؟ معاك كام في اللعبة؟ اهو. معكش الا 20 جنيه؟ شوف انت بقى. طب ما تجرب تشحن كده ب 5000 جنيه على ضمانتي. اقول لك على حاجه، انا هشحن بس لو ما جوش ال 5000 هخصمهم منك. هديهم لك. بعد اذنك بقى. اهو كسبت 25000 اهو. هو ما بكسبش غير في ايدك انت ولا ايه؟ لا يا هندسه هي طيب. عايزه بس تشغيل دماغ. تشغيل دماغ؟ اه. طيب انت جاي عايز ايه اصلا؟ حضرتك المدام بتقول لك جاهزه الاكل. مدام ايه وزفتي؟ انا مش طافح، روح مش نفسي اصلا. ماشي. نشوف انا المكسب ده على ايده هو بس ولا ايه؟ لا يا بقى يا شيخ. اه محمود. ثواني يا محمد العب الجيم ده ثواني خليك معايا. ابن اللعيبه يا عم محمود.
اخدر حق صنعه. صح. وانت عارف. وانت صنايعي. انا مش عارف اللي انت صنايعي ما كنتش خليتك تنزله. انور راح فين؟ استاذ انور، انور حف، استاذ انور راح فين؟ راح يتغدى. عملت الحساب اللي انا قلت لك عليه؟ عملته. كده الحساب ده دخل فيه كام لحد دلوقتي؟ دخل فيه لحد دلوقتي 220,000. يعني 5,000 ويبقى ربع مليون. اه، وانا جبت لك 5,000 وامك زي ما انت ما قلت لي. هو ربع مليون يا محمد 225,000 ولا 250؟ لا 225، 250. 250. اه 250. دول 5,000؟ دول 5,000 يا عم محمد. وريني بقى كده. مفيش أي حاجة ليا بقى. اوعى يا محمد. لا عيب عليك. الحوار ده يروح لحد. عيب عليك يا عم محمد. أدي ورقة 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أنا جاهز الغدا سكان. طيب تمام، إحنا جايين. يلا عشان تتغدى. مش متغدي. ليه ان شاء الله مش هتتغدى يا شيخ؟ اسكتي بقى، خسرتيني يا شيخ، حرام عليك. خسرتك ايه انت؟ معرفتك اصلا خساره. بقول لك ابعد عني، ابعد عني. شوف انت رايح فين، انا مش طافح. روح. مش هتدفح؟ مش واكل يا ست. روح. ان شاء الله مع انك طفحت، ده احلى يوم هتغدى فيه مع نفسي. ان شاء الله عنك طفحت. هتخسر. لو خسرت ال1000 جنيه حلال هديك ايه؟ 200 جنيه تاني. بس لو فزت اخد ال1000 جنيه؟ لا خلاص، روح شوف انت وراك ايه. ماشي. انت ماسك لي حساباتي من هنا ورايح. عيب عليك يا عم. تدري اليمين. صح. يلا شوف انت بتعمل ايه. اي اوامر؟ اتصل عليا قول له بنظف الجنينه. حاضر. السلام عليكم. عم محمود. عم محمود. انا اتحسب النهارده. لا. سعاده الباشا بنفسها. ايوه. بتنادي عليا. ايوه. ابلفني بقى بكلمتين كالعاده. ابلفك؟ اه. والله ما اقدر اعمل كده. امال فين يا راجل انت الوردتين اللي بتجيبهم لي، اللي بيصبروني على الهم اللي انا فيه؟ والله بصراحه انا ما كنت بعمل كده لحد ما قعدت تقولي لي يا عم محمود يا عم محمود. والفرق بيني وبينك ان كنت عند حضرتك طول عمري، يعني 35 سنه، ده انا امجد منك باربع سنين. اقول الشقه والبهدله، انا خد بالك يليق عليا العز. والله يليق عليك الدنيا كلها، بس الكلمه انا واخده بيها على لساني يعني. والله انا بحسد الاستاذ انور عليك يعني، لو الكلام دوت يزعل. افتكر لي حاجه حلوه بدل ما اسيب بص البيت كله بقعده الجنينه اللي بحبها اللي قدام البحر دي، واسيب الدنيا كلها وامشي. اللي مصبرني على قعده هنا. يا نهار اسود، انا خسرت 10 مليون جنيه في يومين. يا خرب بيتي، اعمل ايه؟ ايوه يا مصطفى، بقول لك الارض اللي كانت معروضه للبيع دي ام 2 مليون، بيعها لي باي سعر، باي سعر يا مصطفى. يا عم بيع، مالكش دعوه انت، باي سعر. منك الله يا محمد. طب اعمل ايه انا يا محمد؟ انت فين؟ تعال لي بسرعه، اطلع لي فوق. اخلص. سمعتك وانت بتشتم انور من يومين، بس بصراحه فرحت لانه يستاهل الشتيمه. بس بلاش عم محمود. ايه؟ بلاش عم محمود. ماشي يا حوده. يلا. يلا. بقول لك ايه، اقعد هنا ولا اقعد على البحر؟ لا تعالى اقعد على البحر. ماشي يلا بينا. في يا راجل؟ خير ايه وزفت ايه يا محمد؟ انا اتخرب بيت. ليه اللي حصل بس عرفني؟ اللعبة الزفت اللي انت اديتها يا عم، انا خسرت 10 مليون جنيه. 10 مليون جنيه؟ ما عادش معايا حاجة غير حتة الأرض. أهو استنى. يا مصطفى. قال لك كام؟ ربع مليون؟ خلص امضي الورقة وابعتها لي. اخلص يا مصطفى. بعت حتة الأرض اللي عندي بربع مليون جنيه. طب وأنا ذنبي إيه؟ ذنبك ايه؟ انت اللي عرفتني على اللعبه دي. انت خسرت بتقول 10 مليون في نزال في يومين، ولازم اعوض خسارتي. انا كسبت 30,000 في يومين. انت كسبت 30,000؟ اه، وشاحن ب 200. انا ما قدامش حل غير ان انا اعوض اللي انا خسرته. عوض. انا بعت الارض ومصطفى ابعت لي الفلوس دلوقتي. اشحن بيها ولع. انا ما عادش حلت غير حته الارض اللي بعتها والفيلا دي. انا مش هخسر يا محمد. خلاص كده حته الارض راحت. مش هخسر يا محمد. طب انا ذنبي ايه؟ انت بقى وتركيزك. ماشي يا محمد، روح. عن اذنك هندسة. ايه يا مصطفى عملت ايه؟ اخلص يا مصطفى. يا مصطفى، محمد مش من عندك؟ اديته الفلوس؟ همضيلك على عقد، خليه يخلص. طب يلا سلام. انوار، عايز اجدد عربيتي. عربيتك؟ اه، بالنسبه للعربيه انا كنت عايزها عشان ابيعها. نعم. ايوه ابيعها. يعني خسران انا. خسران؟ اه خسران. خسران في ايه؟ اه محمد جه اهو. هات يا محمد، اداك الفلوس؟ اه الفلوس. ايه ده؟ انا مش فاهمه حاجه.
ايه ده؟ وريني وريني وريني، ايه ده؟ يا نهارك اسود، مش دي الارض اللي ب2 مليون جنيه؟ انت مالك انت؟ اوعي اوعي ايدك، ايه اللي انت بتعمله ده؟ اخلص اخلص، روح بديها له، حول الفلوس. اه انا عايز ابيع العربيه. عربيه ايه؟ عايز ابيع العربيه بتاعتك. فين فلوسك؟ فلوسي فلوسي كلها راحت، خسرتها. راحت؟ اه خسرتها؟ خسرتها في ايه؟ خسرتها مطرح ما خسرتها. انت مالك؟ انا خسرتها وخلاص. لا قرب عليا، قول لي خسرتها في ايه؟ خسرتها مطرح ما خسرتها. انت مالك؟ طب بتعمل ايه من ورايا؟ بعمل ايه في ايه؟ فين تليفونك؟ عايز ايه انت؟ وريني تليفونك، وريني نشوف قصه التليفون. يا نهارك اسود، ايه اللي حامل اللعبه دي على تليفونك؟ اللي حصل انت بس انا بعت العربيه والارض، بعت الارض وهاخد عربيتك ابيعها عشان اعوض، وان شاء الله هعوض واكسب. وتكسب؟ انت بتراهن يا انور؟ اه براهن. لا عارف انه حرام ولا عارف اي حاجه. مكسب وخساره، مكسب وخساره، الحياه مكسب وخساره، الحياه مكسب وخساره. تخسر 2 مليون وتخسر عربيتك وعربيتي، والله اعلم هتخسر ايه تاني. اخسر اللي اخساره بس اعوض واكسب. تعوض وتكسب. اوعي تليفوني عشان مش فاضي. مش فاضي. الفلوس جات لي اهي بقى. انا استحمل زلقه المش وكمان ما عجبش. انا مش عارفه اعمل معاك ايه. اعملي اللي تعمليه، انا مش فاضيك اصلا. اها ادي 10,000. قشطة يا عم محمود، عامل ايه؟ مضى مضى. وريني وادي عقد الارض اهو. وعايز اقول لك على حاجه، ما شافش اسمي. حتى لو كان شاف اسمي هو كان هيخطر على باله ان انا اللي هشتري؟ ما في مليون واحد اسمه محمود مصلح. صح حبيبي يا عمر. طب انت ناوي تعمل ايه يا عم محمود؟ فهمني ورسيني. امضته دي ولا امضه مراته؟ لا امضته. مبروك علينا الارض كده محمد، بما انك ماسك كل حساباتي. حلو. انا كده رصيدي وصل كام؟ رصيدك دلوقتي وصل 9,750,000. يعني لولا الربع مليون دول كنت زمان معاك العشرة. كل ده في ظرف يا محمد اسبوع 10 ايام. صح. ما تيجي العب جيم وانت قاعد جنبي. يا عم محمود انا قلبي رهيف، انا خايف لا تخسر. لازم ارد الربع مليون، العب على كام؟ هو ايه الوقعه اللي انا وقعتها لنفسي دي؟ استغفر الله العظيم يا رب. لا يا استاذ مش عارف اعمل ايه. استانف. ايوه القهوه. تمام، تسلم ايدك. عايز اذنك بس في موضوع عايزك فيه. اتفضل. دلوقتي الطلبات بتاعت المطبخ خربت الشقه، ومحدش اداني فلوس اللي انا اجيب حاجات للمطبخ. طب مستني ايه؟ ما تاخد من البيت وتروح تجيبها. ما قلت له قال لي ما فيش فلوس. بما انك جوه في البيت، ايه اللي داير جوه؟ انور بقى الحديد. فاضل معاه ايه؟ ما فاضلش معاه الا الفيلا. وانا دلوقتي زمان الفلوس الربع مليون اللي هو خده. وحالته مع مراته ايه؟ زي الخر، دخلت عليهم لقيتهم بيتخانوا مع بعض. وعايز يبيع عربيتها. بس يبقى انا كده لازم اضرب على الحديد وهو سخن. صح. فانت لازم يا عم محمود تدي اللقطه. لو لقيت الشيري قاعده لوحدها وقطع عليها اقول لها عم محمود في الجنينه وبقول لك عايزك ضروري. خلاص ماشي. روح يا محمد. اي اوامر. السلام عليكم. طب روح انت دلوقتي. ماشي. ازيك يا استاذ؟ في ايه يا محمد مالك؟ عم محمود عايزك بره في الجنينه. محمود؟ اه. ايه محمود؟ مستغربه ليه؟ انت ايه اللي دخلك؟ انت مالك؟ معرفش، هو عايزك وقال لي قول للمدام اللي انا عايزها في الجنينه بره. طب روح انت. ماشي. يعني ما سالتش عليا بقالك يوم والنهارده بتسال عليا، يا ترى خير؟ خير. وانا ما ينفعش ابعت لك اشيره غير لما اكون في خير. مالك؟ كنت عايز اتكلم معاك في موضوع مهم. خير؟ قلقتني. انا بعت حاجه واشتريت حاجه. ايه اللي بعت حاجه واشتريت حاجه؟ بتتكلم يا محمود؟ بعد فتره من شغلي عندكم هنا كنت دايما اصلي واقول يا رب كرمني. كان نفسي يبقى عندي فيلا زي دي، وكان نفسي يبقى عندي زوجه زيك، كان نفسي اعيش اشكو. بس لما كنت اشوفكم في مشاكل وفي خناقات اقول مش معقول انا لما ربنا يكرمني هعامل مراتي بالطريقه اللي انور بيعاملك بيها دي. انا ابويا الله يرحمه اكتشفت انه كان عنده حته ارض ب50 مليون جنيه. ايه؟ بعد ما الورث اتوزع
طلع لي 15 مليون جنيه. انت يا محمود يا جنايمي تمتلك 15 مليون جنيه؟ ما سألتنيش اشتريت ايه. تعرف الامضة دي؟ ايه ده؟ دي الارض بتاعت انور. دي الارض بتاعت محمود مصلح، ما عادتش بتاعت انور. انت اللي اشتريتها؟ ايوه انا اللي اشتريتها. بس عارف اشتريتها ليه؟ ليه؟ عشان ما اعرفش ذوقك في الذهب ولا اعرف ذوقك في العربيات. مش فاهمه. انا فاهمك كل حاجه دلوقتي. ايوه فتحه. تليفونه مقفول، ابعت له ريكورد. يا محمد، محمد اللي شغال معانا. يا محمد، حته الارض اللي انا اشتريتها بكره تاخد بطاقه شيري وتكتبها باسمها. انت ايه انت بتتكلم جد يا محمود؟ انا ما اعرفش غير الجد. طب انت بتعمل كده ليه؟ عايز اسعدك وعايز افرحك وعايز ابسطك باي طريقه. انت مش مكانك مع ده. صح، انت بتقول الصح يا محمود. انا اللي ورطت نفسي الورطه المهببه دي، وانا اللي لازم اخرج نفسي منها. بس انت تستاهلي واحد احسن منه بكتير. احسن من مين؟ احسن من انور طبعا. استاهل واحد كده زيك يا محمود. تتكلمي جد؟ طبعا. يعني لو جت الفرصه تكملي معايا؟ هكمل معاك لحد اخر نفس في عمري. عشان عايزك تكملي معايا، مش عشان انا معايا فلوس. صح؟ لا طبعا، عشانك انت. ولو تلاحظ من وانت جنايني عندنا وانا بحب اقعد واتكلم معاك واشرب الشاي واصطبح بوشك لما تجيب لي الورد. اظن انت عارفه هتعمل ايه. طبعا عارفه هعمل ايه. مش محتاجه ان انا اقول لك تعمل ايه. لا بس هات الورقه دي خليها معايا. طب ما خليها اديها لمحمد عشان يسجلها لك. وانا مش امن من محمد، لما ابقى اروح معاه بكره ابقى اديها لك. وشكرا على الشبكه الجميله دي، مع اني كنت بتمنى. لا دي مش شبكه، دي مش هديه، لان انت على مع راجل تاني، وانا ما ينفعش ابص لك بصه ان هي تجرحك ولا ابص لك بصه اي حاجه. انا كل اللي انا بتمناه ان انت تستاهلي واحد احسن من انور، والقرار قرارك. بس ما تقولش راجل بعد اذنك، انا الراجل في عيني هو محمود وبس. عم محمود الجنايني في نيته بقى في محمود باشا دلوقتي. سلام. يخرب بيت الفلوس. يا محمد، حد يعرف عن حته الارض حاجه؟ لا عيب عليك. لازم. انت كنت فين يا محمد؟ ضايع لكم الصبح. جات لي منك رساله والله. معلش. طيب كنت عايزك في موضوع. قوم. انا قررت ابيع الفيلا. مال؟ انا قدامك اشتري. في حد قدامك اشتريها؟ اه. عايز فيها كام؟ زي ما تجيب. خلاص ماشي، بس اعمل حسابك انا مش هتعدى المليون ونص. يا عم تجيب اللي تجيبه، ما تاخرش عليا. خلاص ماشي. روح انت. هي وصلت لكده كمان؟ طب استنى بقى. انت بتتصنطي عليا ولا ايه؟ لا والله، ده انا طالعه بالصدفه سمعت الكلام، يعني خرم ودني. استنى بقى قبل ما تبيع الفيلا، في طلب تاني. ايه هو طلبك؟ ورقة طلاقي. طلاقك؟ اه طبعا طلاقي. ولا مستني ايه يا مفلس؟ هقعد معاك في الشارع ولا ايه؟ مفلس؟ اه يعني انت كنت عينك على قرشين مش عينك عليا ولا حاجة. هو انت اللي عندك دول تسميهم قرشين؟ تيجي ايه جنب الناس اللي مأمنه مستقبلها وعندها رصيد يملى عين الشمس؟ طيب انا مش هطلق لاني مفيش فلوس ومفيش مؤخرات. ما انا برياك من كله، مش عايزه من وشك حاجه، حتى عامله لك مفاجاه تحفه. مفاجاه؟ اه. مفاجأة تمن كيف؟ المأذون انا اللي هدفعه. لا فييسه، طول عمري الكلام اللي بتقوليه ده هتنفذيه؟ هنفذه. طلق بالتلاتة. ده يوم المونة. يلا يلا هنشوف مين فينا اللي هيلا سكة اللي يودي. يلا غورة، بكرة تندمي لما تعرف انا هبقى ايه. على مين يقرا انت؟ ايه اللي دار جوه؟ هيبيع الفيلا. هيبيع الفيلا؟ اه.
طب خلاص يا محمد، اظن انت عارف هتعمل ايه بالحرف الواحد. عارف. روح انت دلوقتي. اوقعلك في سهرها على الاخر. طب يلا. يلا سلام. السلام عليكم يا استاذ عمر. وعليكم السلام يا محمود. كنت عايز اتكلم مع حضرتك في موضوع. خير. انا هسيب الشغل. هتسيب الشغل؟ اه. والله وفرت عليا كتير، انا كده كده مشيت ناصر من شويه وكنت هبعت لك عشان اقول لك توكل على الله. يعني انت كده كنت عايز تمشيني؟ خلاص بقى. الدنيا خلصت. خلصت ازاي يعني؟ يعني عندي شويه مشاكل كده و يعني لازم بصفي الناس. سمعت ايه؟ بس محمد منزل منشور وصور الفيلا وبيقول لي البيع، صح الكلام ده؟ اه هبيعها وارجع اقعد في شقه الجماعه اليومين دول. خلاص ماشي يا ريس. انت كنت طالب منك طلب بس قبل ما امشي. قوم. كان لي 2000 جنيه فاضلين بس عندك كنت عايزهم محتاجهم عشان اروح. 2000 جنيه؟ طب بص انا معيش سيوله دلوقتي، يومين كده تبقى عدى عليا. يومين يا محمود في ايه مالك؟ ماشي يا ريس. انا اكلت عليك فلوس قبل كده؟ كتير. ناقصك انت كمان يا محمود. السلام عليكم. يا محمد سلام عليكم وبركاته. يا ريس انا لقيت الراجل. الراجل موجود. ماشي فين يا عم خليك؟ هو راجل كبير وقال لي انا هخلص كل حاجه معاك. انت اللي هتخلص معايا كل حاجه؟ اه هو انت. طب ما تنجز يا محمد. بس بقول لك في حاجه. اه. هتمضي مننا؟ هتسيب الفيلا مننا. يعني امضي واطلع امشي؟ اه. دي اخرتها. والفلوس؟ اتفقت معاه على 1,000,000. ده كان عايزهم 800,000 بس انا خليتها 1,000,000 بالعافيه. ماشي يا محمد ما كده كده خربانه بس ان شاء الله انا هعوض. ان شاء الله هتعوض. طيب هات الفلوس وتعالى يا محمد. ماشي يا رب. وهات عقودك ودنيتك. خلاص ماشي. هي خلصت. بس انا هعوض برضه ان شاء الله. يا عم محمود. عملت ايه؟ خلصت الدنيا. على 1,000,000 زي ما اتفقنا؟ على 1,000,000. بقول لك ايه؟ قول لي. ما سمعش اخبار عن شيري؟ لا ما اخر مره رمى عليها اليمين وهي مشت. من ساعة ما طلعها؟ اه ما حدش شاف. وري بس العقد. هيمضي هنا. عارف يا عم محمود. الشنطة دي فيها 1,000,000 جنيه. خلاص ماشي. يلا خلص الحوار. خلص لك الحوار واجيلك. ماشي. ماشي يا عم محمود. السلام عليكم. السلام عليكم يا محمد. عملت ايه؟ كلامك الجميل. عملت ايه؟ خلصت. امضي. انا مش وقت قراية. امضي للأول. وريني الفلوس الأول. يا باشا فلوسك ايه؟ 1,000,000 جنيه؟ 1,000,000. بس انا مش فاضي اللي انت تعد. وانا مش محتاج اعد. هات انا همضي عليه. امضي. مبروك على البيعة. مبروك. خلاص يا محمد روح. طب الفيلا. مش هتمشي؟ هطلع الم هدومي يا محمد وامشي. طب يلا معاك ظرف نص ساعة. عشان صاحب الفيلا جه اهو. الصاحب الجديد صاحبها جاي. معاملة بقت كده؟ مش معاملة بقت كده. معاملة خد وهات. وعم عشان مات. ماشي يا محمد. أنا مش مصدق والله يا محمد اللي ضيعت عمري عليه كله راح في شهرين. معلش بقى تظلمني. الله صعبان عليا الفيلا والله. صعبان عليا الفيلا. شوف مين بيضرب الجرس. تعالى يا حاج نورت الدنيا كلها. نورت بيتك. حاج محمود. حاج محمود. حاج محمود. ايوه حاج محمود. ازاي يعني؟ خلصت مع الاوراق يا محمد؟ خلصت يا باشا وديتك الورق. وظبطت العود؟ تمام. ورحت وثقت العود؟ وثقتها. اوراقي انا مش فاهم حاجه. اوراق الفيلا. هو انت اللي اشتريت الفيلا؟ واشتريت حته الارض اللي انت بعتها بربع 1,000,000 جنيه. الارض؟ ازاي؟ عربيته فين؟ عربية ما بعتها العربية. ركبه توك توك يا محمد. وحاسب له على التوك توك. خلاص ماشي. يلا. يلا عشان مفيش وقت. عن اذنك يا ريس ركبه توك توك. عرفوا ان الضرب على العين بيفيد بعدين. صح. واللي هو بيعمله ده ياما خرب بيوت. فعلا. ما تعرفوش ان انا بعمل زي ما كان بيعمل. ايه يا شيري؟ هبعت لك محمد يجيبك. ماشي. سلام. خد اللوكيشن ده عندك. تمام.
اللوكيشن ده بتاع شيري. خلاص ماشي. تروح تجيبها لي. حاضر. ايوه امرت انا كبير. الامر لله وحده. السلام عليكم. ما شاء الله. نورتي فيلتك يا ست هاني. ده الفيلا نطقت لان جه فيها الانسان الصح. نورتي مكانك. ايوه امر كبير استاذنكم. ماشي يا محمد. محمد ده دراعي اليمين. انت وعدتني ووفيت. بس خلي بالك منه لانه كان دراع انور برضو اليمين. ماشي يا ست هاني. الا قولي بقى لسه بتعجبك ست هاني؟ لا طبعا اندهني وقولي يا شيري زي ما تحب تندهلي تندهلي. ده انت اللي سيدي وتاج راس. وانا عايز اقولك على حاجة بس. قولي. الموضوع كبر عن 15 مليون اللي انت ورثتهم. انت شغلت دماغك صح ولا انت عملت ايه ولا دماغك دي فيها ايه؟ ما تخلينا نتكلم في الموضوع ده بعدين. ستوب المعلمة ده ما يجيش الا من معلم صح. ما تخلينا نتكلم في الموضوع ده بعدين. ليه بعدين؟ طيب انت عايز تعرفي ايه كان مصدر الفلوس دي؟ اه. ايه اللي جوزك خسر فيه؟ اللعبة. هي دي برضو اللي انا كسبت فيها. ايه؟ ايه مش عاجبك؟ لا مش عاجبني. فيلا وعربية. هو انا اطلع من نقرة اقف دحديرة ممسيرك هتخسر. كان غبي هو. وانت الشاطر الفرود. لعب على كل ما يملك. لا ما هي بتطمعك. تفضل تكسبك 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 وبتوقعك في الوقت الصح. هو انتوا اذكى من الكمبيوتر ولا مخوكوا اذكى من الالات؟ بعدين نبقى نتفاهم. بعدين ايه؟ انت فكر ان انا هوافق على الوضع ده؟ ده كلها 3 شهور والعدة تخلص. انا نسيت اقول. قولي. اللي بيجي حرام بيروح حرام. وانا عرقي وشقاية من جزء الاولاني انت خدته بالبلوش وانا خدته منك بالبلوش. انا يا حبيبي ما اتجوزش واحد بتاع مراهنات. طب وحتة الارض؟ انتوا ما تعرفوش حاجة عن الحرام والحلال. هو انا يا ناس يا ربي ده كل ما اقول حد هينصفني يطلع اوكس من اللي قبله. يعني ايه؟ يعني يفتح الله يا روحي. يعني مفيش جواز؟ لا مفيش جواز. وحتة الارض دي يا شاطر انا خدتها تعبي وشقاية ما بينك وما بينه. تأمرني بخدمة؟ شوف لك واحدة كده من توبك تكون بتلعب زي برا. برا طبعا. انا ما شرفنيش ان اقعد في مكان زي ده. والشفار. انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده بس؟ ايه اللي انا عملته في نفسي بس؟ ما كنت مسحتها. يا محمد. مالك؟ كويس ان انت جيت. انا عايز اعترف لك على حاجه يا محمد. ايه؟ الاسبوع اللي فات ده كله مالك؟ راهنت على كل فلوس. كل فلوسك؟ وخسرت كل فلوسي. كله؟ قلت يمكن النهارده اعوض. اعوض. المره دي هكسب. المره دي هكسب. خسرت كل حاجه. طب والعمل يا ريس؟ فاضلش يا محمد غير الفيلا. تنصحها مني؟ اه. ما تبيعهاش. ما ينفعش يا محمد. ان شاء الله هعوض. ليه وانت عايزني يحصل فيا زي ما حصل في انور؟ خلاص. في حد يشتري؟ شوف لك واحد. شوف لي حد يشتري وان شاء الله بعوض. خلاص ماشي. يا ريتني ما لعبت اللعبه دي يا محمد. انت لعبت لسه بتلعبها ولا مسحتها؟ لا انا مسحتها. انا من ساعه ما خسرت 400 جنيه اللي كانوا معايا مسحتها. ماشي يا محمد. شوف لي حد يشتري. ماشي راس. يا خرب بيتك يا محمود. ولا انا عملته هيتعمل فيا ولا ايه؟ محمود. اهو. محمود. اه محمود. اتفضل تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ. ازيك يا ريس؟ الله يخليك. نورت وشرفت. منورك يا ريس. حضرتك اللي هتشتري الفيلا؟ ان شاء الله. عرفت سعرها؟ اه 800,000. نعم؟ ايوه 800,000. انا شاريها ب 3 مليون. 3 مليون في ايه؟ انت شاريها بمليون. هتنسى؟ ايه بقى الكلام ده؟ 3 مليون ايه بقى؟ هي ب 800,000 يا ريس. فصلتها. 800,000 جنيه انا. ادفعوا اللي تدفعوه. ادفعوا اللي تدفعوه يلا. خلاص. ادوني فين الفلوس؟ فلوس لا ما بتعملش بفلوس ده. ادوني رقم حسابك. انا بفلوس. ادوني رقم. اكتب له رقم حسابك هنا. اكتب لي رقم حسابك هنا. هو الام. تمام يا ريس. تمام. هتسيبوني يومين ثلاثة بالفيلا؟ لا. لا. ظرف نص ساعة معلش يا ريس.
لم هدوم. هو شكله بيحبك قوي. لا ده انا جايب الجرابيه اللي عليا. هو شكله بيحبك قوي محمد يعني. مبروك عليك الفيلا يا استاذ. الله يبارك فيك. نورتنا. احنا عايزين واحد يشتغل جنايني. بقول لك صح يا محمود. الله لك خلاص هجيب لك واحد يا ريس. تيجي نتفرج على الفيلا من فوق؟ انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ انا كنت راجل غلبان ماليش دعوه بحاجه. وخسرت الراجل مراته. بس مش انا اللي خسرته. الفلوس اللي عملك كده عشان الفلوس حرام جاي من المراهنات والزفت وخربت بيوت ناس. الدنيا ولا بتخلي الراكب راكب ولا الماشي ماشي. وانا الله العظيم تلاتة لو على رقبتي عمري ما العب اللعبه دي تاني. انا ال 800 الف جنيه دول هطلعهم لاي جمعيه خيريه. ده انا هولع فيهم احسن. اعمل خير بفلوس حرام.